بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 37. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. انتهى بنا الكلام في الحلقة السابقة في برنامج من أحكام القرآن الكريم عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، إلى قوله تعالى: وكان الله شاكرا عليما. في هذه الآيات ينادي الله عباده المؤمنين نداء تشريف وتكريم، لأنهم يمتثلون أو يصغون إلى نداء الله سبحانه وتعالى بحكم إيمانهم. ثم نهاهم فقال: لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا تتخذوا الكافرين أولياء، أي تتولونهم بالمحبة والنصرة والتأييد والانحياز لهم، تعلق بهم والثقة بهم، وهم أعداؤكم، أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين، فالواجب عداوتهم والبراءة منهم. هذا ما يقتضيه الإيمان. وأما اتخاذهم أولياء من دون المؤمنين فهذا إما أنه ينافي الإيمان، وإما أنه ينقص الإيمان بحسب أحوال من اتخذهم أولياء. فلا يتخذوا منهم بطانة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالواجب البراءة من دين المشركين والبراءة منهم، كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا معه لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ومعلوم أن الولاية تكون بالمحبة لهم، ومناصرتهم على المؤمنين ومظاهرتهم على المؤمنين. أما التعامل معهم فيما أباح الله من البيع والشراء والاستفادة من خبراتهم وعقد العهود والهدنة والأمان معهم، وكذلك البر بمن لم يسئ إلى المسلمين منهم مكافأة له، كل هذه أمور مشروعة، وهي ليست إما مشروعة وإما مباحة، وهي ليست من الموالاة. فيجب الفرق
بين هذا وهذا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين وصفهم أو ذكرهم بوصفهم وهو الكفر الذي يوجب عداوتهم بسبب كفرهم، لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي تتركون موالاة المؤمنين وهم إخوانكم ونصحاؤكم ومن جسمكم وبنيانكم، تعرضون عنهم وتوالون الكفار كما فعل المنافقون فيما ذكره الله عنهم في الآيات السابقة أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فهذه صفة أهل النفاق. وأما أهل الإيمان فإنهم بعكس ذلك، لا يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ثم قال سبحانه وتعالى محذرا ومتهددا لمن فعل ذلك: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ والسلطان معناه الحجة، أي أترغبون في فعلكم هذا أن تجعلوا لله حجة في تعذيبكم إذا اتخذتم الكافرين أولياء من دون المؤمنين؟ فإن الله سيعذبكم على ذلك ويكون له الحجة، يكون له الحجة عليكم، لأن هذا من باب المجازاة على أعمالكم، والله جل وعلا لا يظلم أحدا ولا يعذب أحدا بدون سبب منه. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي حجة بينة في تعذيبه لكم بسبب فعلكم من موالاة الكافرين. ثم بين سبحانه وتعالى عقوبة من يفعل ذلك وهم المنافقون، أن موالاة الكافرين من دون المؤمنين هو من النفاق، كما ذكر الله جل وعلا في الآيات السابقة من صفات المنافقين أنهم يكونون مع المنتصر من المؤمنين أو من الكفار. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، كما قال الله جل وعلا فيهم: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. مبين جزاءهم محذرا للمؤمنين أن يسلكوا مسلكهم، فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار، أي في الطبقة السفلى، لأن النار والعياذ بالله طبقات بعضها فوق بعض وهي دركات، كما أن الجنة درجات بعضها فوق بعض، فالنار دركات تنزل بعضها أسفل من الآخر إلى أن ينتهي بالدرجة أو في الدرك الأسفل، وهو موطن المنافقين تحت الكفار الأصلاء في كفرهم، لأن الكفار أقل خطرا من المنافقين، ولأن الكفار لا يخادعون المؤمنين بخلاف المنافقين، فإنهم يخادعون الله والذين آمنوا. وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.